نحن الآن في مدينة معرة النعمان، احتفالية هنا تضم العديد من الأطفال الذين أتوا من كل مكان، كما تشاهدون الآن بعدسة الكاميرا العديد من الأطفال أتوا مع أول أيام عيد الفطر السعيد ليشاركوا في هذه الاحتفالية التي تنظمها منظمة رؤى المستقبل. رقصات تنفذها هنا مجموعات من الأطفال المشاركين في هذه الفعالية. طبعا هذه فعالية من عشرات الفعاليات التي تجري ويقوم بها منظمات وفعاليات في محافظة إدلب بشكل عام. طبعا هذا الحفل برعاية منظمة رؤى المستقبل بالتعاون مع شبكة حراس، كان الهدف منه هو رسم الابتسامة على وجوه الأطفال بالإضافة لإدخال السعادة لقلوبهم. هذا الحفل هو للأطفال المحليين بمدينة معرة نعمان بالتشارك مع أطفال أهلنا من الغوطة الشرقي، من حمص، من حما، من كل المناطق يلي تعرضت للتهجير القسري للأسف. طبعا هاي رسالة من خلال هذا الحفل البسيط، رسالة لكل أهلنا إنه هني أصحاب الأرض، هني أصحاب البيوت، نحن ضيوف عندهم، وهذا أقل شيء ممكن نعملهم لندخلهم الفرحة لقلوبهم. حبينا نشاركهم هاي الفرحة بمناسبة عيد الفطر السعيد، حبينا يكون في إنه بصمة صغيرة بهذا المجال. طبعا نتمنى إنه ينال إعجابكم. طبعا راح نحاول إن شاء الله ما نوقف هون بس عند هذا الحفل، إن شاء الله راح نحاول إنه مو بكرة بعد بكرة، إنه بثالث يوم العيد يكون عندنا مثل هذا النشاط لأطفال نستهدفهم غير هدول الأطفال اللي استهدفناهم اليوم. احنا حبينا ننسق لهاي الفعالية لندخل الفرحة لقلوب الأطفال الغوطة. اقترحنا الفقرة طبعا قبل رمضان، بدينا بتنفيذها ونشتغل أيام رمضان. طبعا اشتغلنا وتعبنا فيها، بس كلياته هذا كان مقابل انه يكون عنا أطفال مبسوطين بالعيد، يكون عيد مميز بعد كذا سنة، يعني حرب دمار قصف عليهم. حبينا يعني يكون هالمرة عيدهم غير عنا، حبينا يعني يكون نعمل واجبنا تجاههم استضافة حسنة، ويعني نعمل لهم شوية نشاطات ترفيهية ندخل الفرحة لقلوبهم، نرسم البسمة على وجوههم. أكيد ما في حدا ما بحب يشوف إنه إلا كل أطفال العالم تكون مبسوطة وفرحانة بهاليوم.